بدعم من الشعب الجزائري عبر جمعيات خيرية واللجنة الشعبية الدولية لدعم غزة، تم تسيير قافلة إنسانية محملة ب1500 طرد غذائي لدعم الأسر الفلسطينية التي طالها الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. هذا المشروع سنوزع به إن شاء الله 1500 طرد غذائي على الأسر المحجورة والأسر الفقيرة في قطاع غزة. الطرود الغذائية تحتوي على مواد أساسية تساهم في التخفيف من الاحتياجات اليومية للعائلات الأكثر احتياجاً، خاصة لما فرضته جائحة كورونا من زيادة في نسبة الفقر والبطالة والعاطلين عن العمل. بالنسبة لهذه الطرود الغذائية يعني هي أجت في وقت مناسب، يعني إحنا كثير يعني الوضع كثير مأساوي، الوضع كثير صعب، فإحنا كل الشكر لكم لإخواننا الجزائر. نشكر شعب الجزائر على هذه المعونة إفطار جاءت في وقتها بالذات، ونحن يعلم الله أننا محتاجون كنا لها جدا. المساهمة الجزائرية تأتي في إطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وكي لا تثنيه الظروف المعيشية عن مواصلة النضال ضد الاحتلال. فالفلسطينيون يؤمنون هنا بأن الجزائر قيادة وشعبا لم تدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينية لإيمانهم بقضية شعب يطوق إلى الحرية والاستقلال. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين.